شوف الحديث ده يعني أخطأ فيه كثير من الناس سواء علماء أو غير علماء، أخطأوا فيه في فهمه، لأنهم بنوا عليه قولهم أن الإسلام أو ما شرع الجهاد إلا لإدخال الناس في دين الله. عمر الإسلام ما انتشر بالسيف زي ما يقولوا خصوم الإسلام، أعداء الإسلام بيقولوا انتشر بالسيف. انتشر بالسيف ده النبي بعث في مكة ومكث فيها ولم يكن هناك جهاد. جهاد شرع في العام الثاني من الهجرة، وأول ما شرع الإذن فيه بالدفاع، أذن الذين يقاتلون، ويقاتلون على صيغة يعني يقاتلون أي أنهم مقاتلون وليسوا مقاتلين إلا بعد أن قاتلهم أعداؤهم، عشان إيه نجمع بين الروايتين، لأن في قراءة أذن الذين يقاتلون في قراءة، خلاص يبقى يقاتلون أو يقاتلون، هي في الأصل يقاتلون، وإذا قلنا بالرواية الأخرى أو بالقراءة الأخرى يقاتلون، أي ما أنهم ما قاتلوا إلا دفاعا، ما قاتلوا إلا إيه دفاعا. لما احنا نتتبع نصوص القرآن نجد التأكيد فيها على عدم إرغام الناس في دخول الإسلام. لما نلاقي نصوص القرآن، ولا شك أن النص القرآني نص قطعي، وخصوصا لما يبقى قطعي، احنا ما نتكلمش عن القطعية في الثبوت، ما القرآن كلام الله بلا شك وبلا منازع، نتكلم عن القطعية في الدلالة، من حيث ان كل اللي نقول عليه ده نصوص، وكلمة النص هنا تعنى في مصطلح الأصول العلماء الأصول، ها في علم الأصول كلمة النص غير النص عند اللغويين، عند اللغوي ده نص يعني متن الكلام، الصيغة يعني الأسلوب، نص القصيدة، نص القطعة الأدبية، نص الحديث، نص الآية، يعني إيه المتن. لكن كلمة النص عند علماء الأصول أما يقول لك وهذه الآية نص في المسألة، أي دليل قطعي في المسألة، يبقى كلمة النص تعني الصريح، تعني الإيه الصريح. فهنا لما نلاقي نصوص في القرآن صريحة في إنه ما ينبغي أبدا أن نقاتل الناس على الإسلام، هتقول لي إزاي تم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين، أهو ده الخطأ بقى. الخطأ هنا إن احنا نقول ويكون الدين، لأن زي ما قلت أنا في عفى الله عنك وقلت إن احنا الغلط بتاعنا إن احنا بناخد المعنى الأولي أو ما يتبادر للذهن من المعاني المشهورة ولا نبحث في مفردات أو في كلمات المشترك اللفظي. في حاجة اسمها مشترك لفظي، يعني تجد الكلمة واحدة في المبنى ولكن لها معاني، لها معاني متعددة، لها معاني ايه متعددة. فلذلك انا قلت عفى الله عنك، العفو هنا مش بمعنى الصفح ولكن بمعنى السكوت عن البيان. يبقى عفى الله عنك اي ستر الله عنك الحكمة في اذنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وهم الثلاثة الذين خلفوا وتعلم الكاذبين، وهم الجماعة بقية الخمسين اللي حلفوا كذب، اللي حلفوا كذب، ده المعنى. هنا كمان ويكون الدين لله، قال لك ويكون الدين يعني خلي الإسلام هو اللي يسود. طب ازاي النهاردة تقدر تعمل كده؟ تقدر تكون جبهة قتالية من الدول العربية وتواجه الغرب كله والولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله عشان تدخلهم الإسلام؟ أليس هذا رأس الفتنة؟ والآية بتقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ده رأس الفتنة. يبقى إذا لابد أن نبحث عن المشترك اللفظ، نشوف الدين ده معنى إيه. الدين بمعنى الحساب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إن الدين لواقع، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يبقى ويكون الدين لله أي ويكون الحساب لله يوم القيامة، هو ربنا هو اللي حاسب. ليه أنا بقول كده؟ بقول لازم نتخير من المعاني ما يتفق مع النصوص القطعية، ما جيبش معنى من عندي يصطدم بالنصوص،
لو جبت معنى من عندي فهمي أنا أعطاني غير ما تقضي به النصوص أو ما تقطع به النصوص، يبقى أنا غلطان، يبقى لازم أراجع نفسي. يبقى هو يكون الدين لله بمعنى إيه؟ الحساب، مش الإسلام. لو كان ده الإسلام كان آية، كان ختم الآية بقوله فإن أسلموا، لكن مولانا قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ليوافق أول السياقات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني هم اللي بيقتلونا، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يبقى احنا نفهم كده، طب ايه النصوص بقى اللي بتقول لنا ما فيش إرغام على الله؟ اقرأوا قوله تعالى لا إكراه في الدين، ادي واحدة لا إكراه في الدين. طيب يقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لهدى الناس، لو شاء ربك لجمع لهدى الناس جميعا، لا في سورة يونس في آخر سورة، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لآمن من في الأرض، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ طب نقدم ونأخر كده في عشان بس المعنى يتجلى، يعني هل يجمل بك أن ترغم الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا؟ هذه المعنى، أيجمل بك أن ترغم الناس على الإسلام ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم؟ مش معقول. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، وما أنت عليهم بوكيل، وما أرسلناك عليهم حفيظا. كل دي نصوص تقطع بإيه؟ بأن ما فيش مراغمة. ولذلك جاء قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. أنا قلت في تفسير الآية ليه؟ قلت ليه ما قالش حتى يستمع؟ وحتى هنا ما نقدرش نعين دلالتها إلا بعد ما نعرف دلالة الفعل يسمع. لو قلنا يستمع، إيه الفرق بين يستمع ويسمع؟ يستمع الاستماع لا يكون إلا على ما توفر عندي أو عندك من الاستعداد، نكون أنا مستعد إن أنا أستمع. وإذا قرئ القرآن ما قالش فاسمعوا، فاستمعوا. يبقى في استدعاء، يبقى في ايه؟ استدعاء. والاستدعاء يترتب عليه ايه؟ الاستعداد مني عشان ايه؟ القي الصماخ الى ما يطلع عليه. لكن السمع، انا ماشي في السكه وقرع اذني اي صوت، صوت مؤذن، صوت واحد بيغني، صوت موسيقى، صوت اي صوت، فده خرق اذني او قرع اذني من غير استعداد. طب ايه؟ طب وانا بذكر الفرق ده ليه؟ لان لو قال له حتى يستمع، يبقى حتى هنا للغايه، يعني اجره حتى ترغمه على الاستماع. انما يقول حتى يسمع، اي حتى يقرا القران اذنه من غير مراغمه ولا مغالمه، حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. شوف السمو القران يا اخوانا، شوف السمو. حتى يسمع، ما قالش حتى يستمع، حتى يسمع. يبقى حتى هنا تبقى تعليلية وليست للغاية، لأن لو كانت للغاية يبقى كان أتى بالفعل يستمع تتناسب معه، لكن لما قال يسمع تبقى حتى هنا تعليلية كالتي في عفى الله عنك لما أذنت له، أي ستر الله عنك الحكمة، حتى تعليلية، يعني ليه يا رب سترت عني الحكمة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا الكاذبين. والآيات اللي بعد كده بتؤكد ان الحكمة كانت في إذنه لهم مش في عدم الإذن، مش واخد بالك؟ يبقى هنا في أخطاء، كلها الأخطاء دي اللي احنا بنقع فيها أعداءنا يلتقطونها، خصوم الإسلام يلتقطونها، أو الجهلة مننا الجماعة المنتمين للفرق والجماعات دول يلتقطوها ويقولوها زي ما هم فهموها فينفروا الناس. فهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى هنا تعليليا أم للغاية؟
للغاية ليست للتعليل. طب ايه الدليل على انها للغاية؟ لان الحديث لم يرد من اجل بيان العلة في القتال، وانما ورد من اجل بيان متى يتعين التوقف عن القتال اذا كان في معركة. بدليل ايه؟ بدليل ان في الاخر وحسابهم على الله. كده كويس، حسابهم على الله. يبقى لو هو مأمور بقتالهم ما يقولش حسابهم على الله، يبقى لازم الحساب ينتهي هنا في المعركة. ولكن كمان نجد في صحيح مسلم في حديث سيدنا جابر بن عبد الله في زيادة كده، في تكملة للحديث ده. الزيادة دول عشان تعرفوا ان المعنى ليس كما يفهم الناس، حتى يقولوا لا اله الا الله، يعني يبقى فيها مراغمه. طب ازاي فيها مراغمه والحق بيقول افانت تكره الناس؟ وازاي يبقى فيه مراغمه وبيقول حتى يسمع وما قالش حتى يستمع؟ ازاي؟ يبقى اذا الزياده بتاع سيدنا جابر بن عبد الله بعد ما حكى الحديث ده قال ثم تلا، اي رسول الله. ايه اللي اراه النبي؟ قرأ قوله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال حتى يقول لا إله إلا الله قال إيه؟ ختم الحديث بقوله إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طب لست عليهم بمسيطر تتفق مع أي معنى؟ مع إن حتى للغاية للتعليل ولا للغاية؟ للغاية. لو كانت للتعليل ما كانش يقول له لا لست عليهم بمسيطر، لا قتلهم. انما لما يقول لست عليهم بمسيطر يبقى حتى هنا تبين متى يتعين التوقف عن القتال. متى يتعين التوقف عن ايه؟ عن القتال. لو كان المقصود من حتى تعليل، التعليل القتال يعني قتلهم علشان، ده معنى التعليل، علشان يسلموا، ما يتفقش مع كون النبي يقرا الايه دي في اخر الحديث ويقول انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. يبقى حتى هنا تفيد ايه؟ الغايه. يعني قاتلهم، لكن اذا قالوا لا اله الا الله وانت بتقاتلهم، انت بتقاتلهم في اي معركه؟ مش من اجل الاسلام، انت بتقاتلهم. ولكن لو واحد منهم قال لا اله الا الله كف عنه، خلاص انتهينا. زي ما النبي قال سيدنا المقداد بن اسود لما جاي للنبي بيقول له ارايت ان قتلت رجلا اي من المشركين وقطع يدي ثم لاذ مني بشجره فقال امنت او اسلمت، مع ان كلمه اسلمت ليست صريحه، يعني ممكن اسلمت بمعنى استسلمت، ممكن تحمل، انما ما قالش لا ان الله، قال له اسلمت. اقتله؟ قال لا تقتله. قال انه قطع يدي، يبقى اذا الموضوع المشكله عندك انك انه قطع ايدك مش عشان الاسلام، انه قطع ايدك. اقتله؟ ده قطع ايدي. قال له لا تقتل، فان قتلته كنت بمنزلته قبل ان يقولها وكان بمنزلتك قبل ان. ليه هو يكون بمنزلتي؟ انا مسلم، ليه يكون بمنزلتي؟ لانه حصل من اليقين بان قوله اسلمت عاصمه، وهذا كلام معصوم، وفقدت أنا هذا القدر حينما قتلته بعد أن قالها. فاهمين الحتة دي؟ واحد بيقول أنا أسلمت أقوم أقتله، يبقى أنا خالفت أمر النبي بأنها عاصمة، كلمة لا إله إلا الله وأسلمت عاصمة، يبقى أنا فقدت اليقين في كلام النبي، وهو حصل اليقين في أنها عاصمة ولذلك قالها اعتقادا انها ستعصم دمه، اعتقادا انها ستعصم ايه؟ يبقى اذا اليقين راح له، نزع مني وراح للايه؟ لهذا الشخص. انا نهار ما اقتله بعد ما يقولها الناس كده مش هيفقدوا الثقه فينا احنا، يفقدوا الثقه في من قال بانها عاصمه. يفقدوا الثقه في مين؟ في رسول الله. الله. طب وانت همك انك تنتصر لنفسك او همك بانه يقول لا اله الا الله او بانه يسلم؟ طب وبعدين ايه ده المشكله الثانيه كمان؟ ان بيقول قالها متعوذا. طب نفرض انه قالها متعوذا، وده في الغالب، الغالب الاعم ما فيش انسان بتقتله
ويقول لا اله الا الله في الغالب الاعم ما بيقولهاش الا وهو متعوز عشان ينفد من القتل في الغالب الاعم. لكن النبي مش عاوزنا ناخد كده، مش عاوزنا ناخد بالظنون، لان انت لما توري للخصم او اللي انت بتقتله توري له هذه السماحه انت بتشجعه ان يدخل الاسلام، بتشجعه لانك رضيت منه ادنى ما يستطيع، ادنى شيء يستطيع ان يقول لا اله الا الله، ادنى شيء. فانت رضيت بانه خلاص اقتنعت بانه قال لا اله الا الله، خلاص انتهينا. مش زي داعش يقول له لا اله الا الله وبعد ما يقولها يروح قتله. يعني سبحان الله، فده خبل، ده خبل. فاذا يا اخواني ما اوتي الاسلام الا من قبل اهله الذين لم يفقهوا عن الله خطابه. ولو تتبعنا خطاب القرآن لوجدنا فيه العجب الذي يجعل هذه الأمة شامخة لما ورثته من هذه المقاصد أو المعاني. لكن احنا للأسف الشديد يعني بنوجه الآيات بحسب أهوائنا، وزي الجماعات الإسلامية وغيرهم المسلفية والإخوان وغيره، هؤلاء من ضمن الأشياء اللي أنا كتبتها كعنصر من عناصر الاضطراب الفكري، قلت ينزلون من القطع إلى الظن، بل وينزلون فهمهم في النص منزلة القطع. لما ينزل فهمه هو منزلة القطع من الأدلة معناها إنه أنه لا يرى إلا قولا واحدا وهو قوله أو قول من اتبعه من رؤوس الضلالة أو قول من اتبعه من رؤوس الضلالة. فهذه هي المشكلة. ففهمنا الحديث هنا، يبقى عرفنا الرواية أو الزيادة في حديث سيدنا جابر بن عبد الله فيما أخرجه مسلم في الصحيح. يبقى بعد سيدنا جابر بن عبد الله ما ذكر أمرت أن أقاتل الناس جاء في الآخر قال ثم قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر لست عليهم. فقوله لست عليهم بمسيطر بتخدم المعنى اللي أنا قلته، يعني إن حتى ما هيش تعليلية وإنما هي للغاية، انما ايه يعني ما تبينش العله في القتال وانما تبين متى يتعين التوقف عن القتال. خلاص.